بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه بنتعامل مع الفولدرز والفايلز وازاي نديرهم. انا هاخد another example. احنا خلاص عرفنا الفولدر والتشينج الدايركتوري والكلام الجميل ده كله. انا عملت هنا، انا دلوقتي كده جوه الفولدر ده. يعني تعال تخيل ان احنا الكرنت دايركتوري، انا مش هعمل الكرنت دايركتوري، انا هخش على طول قلت له تشينج دايركتوري على الفولدر الفلاني، ماشي؟ والفولدر ده فيه حاجات احنا عارفينها. انا لا مش عايز اليست ولا اعمل حاجه، انا عايز كل اللي عايز اعمله ان انا اكريت فولدر جديد هنا مثلا، تمام؟ ان انا عايز اعمل اميك ايه؟ اميك دايركتوري، تمام؟ اميك دايركتوري جديد جوه الفولدر ده، فمثلا هسميه مثلا بايثون. خلاص المفروض ان ده هيبدا يتواجد يعني. طبعا مش عايز اجيب الكرنت لوكيشن خالص، تمام؟ انا عايز بس بعد ما كريت الفولدر هقول له ليست للدايركتوري ده عشان اشوف البايثون اتضاف فيه ولا لا. فلو رنيت كده هلاقي ادي الليست للفايل الفولدرز، هلاقي المفروض بايثون اخر واحد. ايوه تمام، الفولدر بتاعنا. طيب ايه اللي ممكن نعمله تاني على الفولدر ده؟ لا الاسم مش عاجبني، محتاج اريني الاسم مثلا. هقول له ايه؟ او اس دوت ميك، مش ميك داير، ميك داير اتعمل الفولدر، تمام؟ طبعا انا لو جيت عملت دلوقتي برضو بالمناسبه، لو جيت عملت كليك يمين وقمت قايل ران تاني، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي الفايل اكزيست ايرور. يعني ايه؟ مش هقدر اكارت الفايل لانه اوريدي اكزيست، مش هقدر اكارت الفايل لانه اوريدي اكزيست. عشان طبعا لما تيجي نرن انت وتجرب وكلام من ده، فانا لذلك هقوم عامل ايه؟ هاو تو تراي اكسبت او تراي كاتش زي ما احنا بنقول، تمام؟ على النوع ده، على اللي هو ايه؟ فايل اكزيست ايرور. وفي حاله فايل اكزيست ايرور طبعا هنا هيرفض القصة كلها بالكامل. يعني لو هو ما قدرش خلاص الفايل موجود، فالفايل موجود وخلاص، يعني مش هيقدر يعمل الميك، مش هيقدر يعمل الميك، تمام؟ فانا هقول له بس جاست، هقول له ايه؟ هقول له فايل اوريدي اكزيست، من غير ما حاجة تضرب ولا ايرورز ولا كلام من ده يعني، تمام؟ طيب بس دوت في الميك. انا كده كده الليست دي انا محتاجها، فدي هطلعها بره التراي اكسبت خالص. يعني دي كده كده انا عايزها تطبع لي الليست، سواء كان كاريت الفولدر او الفولدر متكاريت من اصله. عايز اعمل حاجه ثانيه، اقول له اس دوت، طب انا عايز اعمل رينيم، عايز اعمل رينيم للفولدر. طبعا انا عشان ارينيم الفولدر هقول له والله احنا عندنا الفولدر اسمه بايثون، تمام؟ ده الاولد نيم يعني، وانا عايز اديله النيم الجديد او الاسم الجديد، فبكتب له بعديها مثلا هقول له لا ده بايثون مثلا 105 اللي احنا شغالين فيه مثلا. فكده هو المفترض ان هو هيرينيم الفايل. طبعا ممكن هقول برضو على الاخطاء اللي ممكن يعملها، لكن عملنا رينيم. لو جينا قلنا له بقى الاستري بقى بعد الرينيم وجينا جربنا، هنلاقي ان الفرق الاخير ان كان الفولدر اسمه كده بقى الفولدر اسمه. طبعا وده كذلك فعلا في الواقع، يعني انت لو رحت هتلاقي بقى فيه الفولدر اهو، تمام؟ مفيش مشكله. طيب تعال رن تاني عشان نشوف الايرور اللي هيحصل لما اعمل رن. قال لي ايه؟ قال لي فايل اكزيست ايرور، لان انا جيت ارينيم لقيت ان الفايل اصلا مفيش فايل اسمه بايثون عشان ارينيمه يعني، تمام؟ كريت فايل وين ذات اوريدي اكزيستس. اه بيقول لي نوت ان كان نوت كرييت فايل وين ذات فايل اوريدي اكزيست. ليه؟ احنا عارفين ان هو موجود، احنا عملنا له اصلا السطر ده سطر كام؟ اه بيضرب في الرينيم، تمام؟ فبيقول لي هو اصلا الفولدر ده موجود لكن ده اللي مش موجود. طبعا ده واقع طبعا، يعني فايل اكزيست ايرور برضه، فايل اكزيست ايه؟ ايرور برضه. فبسبب ان الفايل موجود. قلت له ماشي، انا ممكن برضو هعمل كده توسيعا بس، لكن هي مفترض كل واحد يبقى لوحدها عشان لو ضرب في الاولى ما يوقفش الثانيه يعني. بس احنا عشان انت بتاخد الفايل ترن اول مره يبقى شغال يعني، لكن ثاني مره وثالث مره
لا يبقى احنا محتاجين نعمل كل واحد جمله لوحده، عشان لو دي ضربت ماليش دعوه بالرينيم، الرينيم لازم تتم مثلا. تعمل الجزء الاول ده التراي اكسبت بتاعته، وجزء الرينيم عامله التراي اكسبت بتاعته، وهكذا. عشان لو ده يعني ضرب يبقى التاني كده كده بيشتغل بدون ايه، بدون مشكله يعني، ملوش دعوه ملوش علاقه يعني. اخر حاجه عايز اعملها ان هو بعد ما عملت رينيم وكل حاجه تمام، انا زهقت من الفولدر ده، عايز احذفه يعني. دي اخر حاجه احنا عايزين نعملها مثلا ان شاء الله في الفيديو ده يعني. فاقول له ايه اس في عندي ريموف، تمام ادي ريموف. هيقول لي قول لي الفولدر انت عايز تعمله ريموف، فقلت له مثلا بايثون 105. فطبعا الفولدر ده كده هيحصل له ايه، هيتحذف تماما يعني. لو جينا عملنا ليست بعد القصه دي، طبعا لو جينا جربناه دلوقتي طبعا مش هيشتغل، لان فايل اوريدي اكزيست من اول مره، من اول وحدايه يعني، تمام. فانا هقول له خلاص معلش يطلع لنا الايه الديليت بره الفايل اكسبت، عشان ما تتعلقش على الجزئيه الثانيه دي، ماشي. وتعالى ايه نجرب تو ران. طبعا قال لي ريموف، قال لي اكسس دينايد، مش قادر اكسس الفولدر ده بريميشن ايرور. طبعا بريميشن ايرور ممكن يحصل في حاجات كتير، مالكش حق انك تقدر تحذف الفولدر ده. هل يا ترى احنا فاتحينه او شيء؟ ممكن يكون طبعا لو الفولدر مفتوح فيه مفتوح فيه حاجه او شغالين عليه او كلام من ده، هيبقى عندنا ايه مشكله، تمام. فهو ما قدرش يعمل له ريموف. في الحقيقه احنا عندنا اكتر من شيء يعمل لي ريموف. البريميشن ايرور ده بريميشن، انت مالكش حق انك توصل للفايل في الوقت ده او الفولدر بتاعك في الوقت ده، تمام. وده عيب من العيوب، تمام. في ار ام يعني، ده شكل. في شكل تاني هقول له ار ام اللي هي ريموف داير، خلاص ريموف داير، قلت له بايثون 105، تمام. ده شكل تاني من الريموف يعني. في عندي بتاع ثلاث اشكال ولا حاجه، يختلفوا في بعض الاحيان يعني. لكن هنا قال لي فايل اوريدي اكزيست طبعا بسبب الكرييت والرينيم اللي فوق. قال لي عرض لي الفايلز اللي موجوده عندك، لاحظ ان ايه، ان اللي موجود بايثون، مش موجود بايثون 105، هو حذف 105. انا خايف يكون في بايثون ولا حاجه، بقدر يكون في حاجه. لا ماشي فاضي، ماشي بس ايه الموس. طيب ماشي، طب تعالى نحذف كده البايثون ذات نفسه. لو قلت له بنفس الامر ران، فعلا حذف الايه، حذف الفولدر بتاع مين، بتاع البايثون زي ما احنا شفنا. طيب طبعا دلوقتي لو جيت رنيت تاني هيكريته، صح. طب انا دلوقتي هعمل ايه، اخليه كريته وهعمل حاجه. هو كريته بايثون بقى موجود وحصل له رينيم وبقى اسمه بايثون 105، صح اهو. وجيت قلت مكريت اي فايل فيه يعني مثلا، ورجعت تاني ان هو يرموف البتاع دوت يعني، يرمي الفولدر. والفولدر المره دي اخره، اخر كلام كان رقمه 105 يعني، اسمه في بايثون 105. رن، قال لي ايه، قال لي او اس، قال لي ان الدايركتوري از نوت امبتي. طبعا انا ممكن اعمل او اس ايرور، بس هو ايه الفكره، قال لي الدايركتوري نوت امبتي، يعني انا مش قادر احذف فولدر خلاص في بيانات، فولدر فيه ايه، في بيانات. طبعا دي مشكله يعني، الحذف هنا ما بيقدرش، او الاسلوب بتاع الار ام داير بيحذف ايه، فولدر فاضي، امتي فولدر. لكن لما يجي بيحذف فولدر جواه فايلز، بيعمل زي ما احنا شايفين كده، ان هو مش قادر يحذف الايه، يحذف البيانات بتاعتنا دي. طيب في 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 ممكن اعمل امبورت في لايبراري تانية بتساعدنا في الموضوع ده، لان القصه دي مشهوره. طبعا انا ممكن اقدر يعني الست بقى الفايلز، وتبقى جايه لي لسته وابقى عارف الفايلات اللي جوه، وابدا احذف فايل فايل جوه، وبعد كده اطلع احذف الفايل اللي بره. طبعا فيها شويه شغل يعني، بس هي تنفع يعني. لكن احنا ممكن نستدعي حاجه اسمها شاتل، تمام. شاتل دي برضو بنستخدمها عشان برضو شغل الفايلز. دي هتدينا ميزه يعني، ما تنسوش ان دوت ريموف امتي فولدرز، هو ده اصله، تمام.
وهقول لك لو احنا عايزين نحذفه يعني، يعني ده ريموف داير، ريموف دي بتحذف فايلز يعني، ممكن نحذف منها فايلز يعني. هجربها معاكم بس قبل كده خلينا نخلص الحته بتاعت الشاتل دي عشان نشوف الفرق الرئيسي اللي هتعمله لنا الشاتل دي. الفكره كلها ان انا هقول له ايه شاتل دوت، هقول له في عندي ريموف 3، ريموف 3 اللي هي الفولدر بالفولدرز اللي جواه، بالفولدر جواها فايلز، بالفايلز وجنبها فولدر والفولدر فيها فايلز، يعني التري كلها كامله بتاعت التصنيفه بتاعت الفايلز دي كلها. فمسافه ما انا هقول له بقى بايثون 105 المره دي، احنا كان بايثون 105 اكزيست صح، بايثون موجود وده فاضي وده ايه وده في بانل. انا بس هخرج من الفولدر عشان ما يبقاش انا معلقه، وانا اقول له ايه امسح ال 105 ده بالتري بتاعته بكل حاجه. قلت له ماشي ريرن، طبعا قال لي من فوق اوريدي اكزيست عشان هو بيشتغل عليه، لكن هنا الفولدر البايثون 105 راح، فولدر بايثون 105 ايه اتمسح وما عندوش مشكله. ده حذف بقى ايه الشاتل ريموف تري ده، حذف لي كل الايه الفولدر بتاعنا بالكامل. الحته بس الاخيره ان انا لو جيت انت عامل كده كاتب فايل 1.txt اي حاجه، وجيت قمت قال طب انا خلاص عرفنا الشاتل دي يبقى دي بتريموف الفولدرز اند السب ايه الاليمنتس من الفولدرز كلها. تعالى بقى للريموف، هم قايل له ايه بقى؟ هقول له خش على، احنا كنا اصلا جوه عدد الكورسز وبعديها بقينا بنتكلم من جواه، فانا اقول له من جوه بايثون هتلاقي في حاجه اسمها فايل 1.txt ده اللي انا عايز اريموفه. عملت كليك كمان وقلت له رن، هتلاقيه فايل نوت فاوند بايثون سلاش على فايل .txt تايب ترى ماشي فايل او فايل 1 هنا الفايل مش موجود. طيب المفروض برضه هندل الاكسبشن ده، وده اكسبشن سهل يعني فايل نوت فاوند، يعني كنت كاتب اسم الفايل غلط. تعالى قال لي فايل اكزيت بتاعت الاولى، وبعد كده اما يديني البيانات كله تمام. قلت له طب ما توريني كده، لقيت ان الفايل اتحذف. يبقى انا عندي باختصار جدا في الحذف يبقى عندي ريموف فور ديليتنج الفايلز، عندنا ريموف وعندنا بعديها ار ام داير ودي بتحذف الفولدر الفاضي، وعندنا الشاتل بقى بالار ام 3 بتحذف الفولدر بكل محتوياته. ده كان كده ايه وعملنا الرينيم وعملنا الميك داير والتشينج دايركتري تمام. يبقى كده ايه اخدنا نبذه عن التعامل مع الفولدرز والفايلز من خلال ايه البايثون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.